بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آمين يا ربنا يا كريم. يقول مولانا في شأننا: والذين أيوة والذين هم على صلاتهم يحافظون. أكشوف ربي عظم شأن الصلاة، نحافظ عليها وقتا واحتراما لله، وحقيقة موجودين أمامه لعبادته وإكبار شأنه. قل والله أكبر مع ذكر الله شيء يذكر. ما لا يقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك بجنات مكرمون. أعلى نصم بيان رسو دون الباردي pour une vie éternelle. يحب من يحب ويكره من يكره وغيرنا، وان كثر عددهم وكثرت جرائمهم ربي ما يستعظمش ان يجمعهم في النار التي قال في عنها ربنا: هل ابتلأتي؟ تقول هل من مزيد؟ علاش مزيد؟ لانكم ناس ما عرفتوش قدر الله، واللي لم يعرف قدره لا يتقه، والذي لا يتقه مش يكون دائما خارج حدود المتاحة أو الشرعية من لدن المشرع سبحانه وتعالى، ويتربك عليه قانون المولى اللي حد ما يجب يبدل قوانين المولى. personne ne peut altérer les lois divines. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.